السلام عليكم ورحمة الله. عزيزات الطالبات، كيف حالكن؟ سوف نبدأ اليوم في الوحدة السادسة، ومع أول درس وهو بعنوان الصغير الكبير للشاعر كامل كيلاني، وهو كاتب وأديب مصري ولد بالقاهرة وحفظ القرآن الكريم في صغره، وتوفي عام 1959، وله مؤلفات عديدة ومنها قصيدتنا لهذا اليوم الصغير الكبير. نقرأ الأبيات مع بعض يا بنات، تابعي معايا. أنا لازلت تلميذا صغيرا، ولكني على صغري مجد، أسير إلى العلا سيرا حثيثا، وأنشط نحو غايتها وأغدو، وليس يضيرني صغري إذا لم يثبتني عن العلياء جهد، وما يغني الفتى طول وعرض إذا لم يغنه فهم ورشد، فليس يقاس إنسان بشبر ليعرف قدره إن جد جد. عزيزتي، قومي بتكرار وقراءة الأبيات أكثر من مرة حتى تتقني قراءتها. والآن عزيزتي الطالبة، ما معنى هذه الأبيات؟ يقول الشاعر هنا: على الرغم من صغر سني، إلا أنني مجد ومجتهد، وأسير نحو العلا والاجتهاد سيرا سريعا، وأجتهد في تحقيق أهدافي. فالإنسان لا يضره عمره الصغير أبدا ما دامت همته عالية، وماذا يستفيد الإنسان من طوله وعرضه إذا لم يستخدم عقله؟ ولا يحتاج الإنسان إلى أن يقاس حجمه بالشبر لنعرف قيمته ومكانته، وإنما يقاس بجده واجتهاده. والآن عزيزتي الطالبة، هيا نناقش بعض التدريبات. أول سؤال: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل فيما يأتي. رقم ألف: أسير إلى العلا سيرا حثيثا. معنى كلمة حثيثا هو سريعا، متكاسلا، متمهلا، قويا. أحسنتي، بارك الله فيك. سريعا، الإجابة الصحيحة هي سريعا، إجابة صحيحة. السؤال الثاني: وليس يضيرني صغري. معنى كلمة يضيرني هو، أحسنت بارك الله فيك، بالفعل إجابة صحيحة، يؤذيني. يؤذيني معنى كلمة يضيرني، يؤذيني، إجابة صحيحة. رقم جيم لسه ما أخذناها، إن شاء الله بإذن الله تعالى غدا بإذن الله مع بقية الأبيات. استخدم المعجم في الكشف عن معاني الكلمتين الآتيتين. معنى كلمة يثبت، يثبت، ما معنى كلمة يثبت؟ أحسنتي، معنى كلمة يثبت يعطل ويهبط ويضعف، يهبط ويضعف، إجابة صحيحة. وما يغني الفتى طول وعرض إذا لم يغنه فهم ورشد. ما العلاقة اللغوية التي تربط الكلمتين اللتين تحتهما خط في الشطر السابق؟ ما هي العلاقة اللغوية التي تربط ما بين كلمتي فهم ورشد؟ هل هي علاقة ترادف أم علاقة تضاد؟ أحسنتي، بارك الله فيك، بالفعل العلاقة اللغوية التي تربط بين هاتين الكلمتين هي علاقة ترادف، هي علاقة ترادف،
ثم فرقي بينهما في المعنى باستخدام المعجم. كلمة فهم، الفهم يا طالباتي معناه الإدراك، معناه الإدراك. أما الرشد هو الوصول إلى سن البلوغ، الوصول إلى سن البلوغ والعقل. والآن عزيزات الطالبات، هل استنتجنا الفكرة الرئيسة من تلك الأبيات التي قمنا بقراءتها لهذا اليوم؟ نعم يا عزيزتي، إجابة صحيحة. الإنسان لا يقاس بحجمه وطوله وعرضه، وإنما برجاحة عقله وعمله وجده واجتهاده في هذه الحياة. فاحرصي يا عزيزتي كل الحرص على الجد والاجتهاد حتى ترتفع مكانتك. أتمنى أن يكون درسنا لهذا اليوم درس جميل وقد استفدنا منه كثيرا، وألقاكم على خير بإذن الله غدا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.